انتشر أمس خبر انضمام ماريتا الحلاني إلى أسرة مسلسل 2020 مع نادين نجيم وأيضا قصي خولي اللي بينعرض في رمضان، وهذه بتكون أول تجربة تمثيلية لها. وماريتا في المسلسل بتلعب دور فتاة في السلك العسكري، وإذا تتذكرون في لقائنا معها من يومين قالت أنها حابة تمثل. يعني ألف مبروك يا ماريتا، حلمك قاعد يتحقق. أكيد ألف مبروك لماريتا. وكمان بدي أخبركم عن خبر تاني، هو كمان انضمام فنان جديد ل2020 وهو الفنان رامي عياش. وهو كمان كل محبي رامي عياش رح نقول لهم انه رح يطل برمضان من خلال المسلسل، والف مبروك لرامي. يعني عن جد حمسنا نشوفك مره جديده بالتمثيل وبهذا الدور بالتحديد، واكيد بدنا نخبركم تفاصيل اكثر بالايام اللي جايه. واكيد كمان بدي اعزي لرامي وكمان لداليدا زوجته بوفاه والدها الله يرحمه. الله يرحمهم، واكيد جود لك لماريتا ولرامي في هالتجربه. وايضا رح نقول مبروك للفنانه شيرين اللي خلاص صار معروف انها راح تغني تتر المسلسل، وراح يكون ايضا باللهجه اللبنانيه، وهذا التعاون الثاني مع فريق العمل من بعد تتر مسلسل 5.5 يا بتفكر يا بتحس واللي كسر الدنيا السنه الماضيه. ونادين نجيم علقت على هالموضوع بتويت وقالت احلى شيرين واطيب قلب، يا رب يكتب لنا نجاح اكبر من السنه الماضيه مع الصوت الحنون شيرين.